انا صراحه باغي شي بديل من هذه المنطقه، ما بقاتش كما كانت. انا كون لقيت البديل من هذه المنطقه هذه من اليوم غادي نخوي. ما خدمتش انا صافي، راه ولاد ما غيوقفوا ما غياكلوش، ما حس بالمزود اللي تضرب به، فهمتيني؟ وحنا مقصحين ولكن الله معنا. 22 سنه وانا في العروي، ولكن التغيرات اخويا من كورونا لهنا التغيرات بزاف. نهار كامل كدور ما كيكفيكش الصاير، ولا تقريبا من نهار سدات ملي ليا كل شيء خويا. واخويا هذا السن هذا، انا دابا في الخدمه، انا تبارك الله هنا في العروي، انا في العروي دابا 22 سنه. انا هنا في العروي كدير هادشي ديال الجلاله؟ كندير الجلال فوق البرد، وفي الصيف كندير العبايه. ندير العبايات، كندور هكا على القهوي، كاين صحاب الخارج، كاينين الناس كيشريو كيجيب الله شويه. ولكن من دابا تقريبا هذه شي 3 سنين هذه ولا مع 4 سنين من قبل كورونا، ما بقاش العروي كما كان. قول تقريبا من نهار سدات ملي ليا كل شيء خوا، دعوة ناقصة شي شويه بزاف. كتجي القهوة دابا كتدخل كتلقى غير 4-6 هنايا على برا، غير ولاد الحومة اللي كاينين، ماشي ما يبقاش ذاك البراني بزاف اللي كيكون عامل القهوي. كاين شي إقبال حاليا على الجلالب ولا هذا البلد؟ الإقبال كاينة الجودة، ولكن الجودة غالية شي شوية. حاجة مزيانة دايرة 22 فرانك 25، نقولوا غير متوسطة، أما الحاجة العادية كلشي دايرة 70 درهم 80 درهم، ما عندهاش اللي يدين بحال هذه اللي عندي هنايا. يعني ما عليهاش الإقبال بزاف. كان معاملي ليا الرواج، كاين معاملي ليا، البراني ما كاينش. يعني كانوا الناس كيشريو كيمشيو للمليلية كيجيبوا الصرف يعني كلشي خدام، كاين البني كلشي خدام، الناس خدامين في البني، كاين اللي خدام. يعني كان واحد الرواج في العروي تبارك الله، ما غاديش يعني الصير ديالك ما كتخممش فيه، كيجيب الله الصير، كيجيبو يجيبو الله. والكرا وسميتو كاع اللي كاري ما كيضربش الحساب للكرا وما كيضربش الحساب للصير، كضرب يديك في الجيب كتلقى الفلوس. دابا والو، كضرب يديك في الجيب كتخسر 150 درهم وانت مصور 70 درهم، كتخسر 100 درهم وانت مصور 40 درهم 50، يعني ما كتكفيكش النهار كامل كدور، ما كيكفيكش الصاير. شنو البلايص كدير انت في الريف؟ انا ما كنخلي حتى بلاصه في العلوي، في شارع حسن الثاني من الجرده، من مسجد محمد السادس حتى لعند بيساطري، حتى لعند الملعب، حتى لعند الطاحونه. يعني الناس كاع غير العروي، غير العروي. بعض المرات كنهبط الناظور، ما بقيتش كنهبط الناظور، كندور غير هنايا في المقهى في العروي. ايوا كان كيجيب الله زعما، الحمد لله. وانما دابا هذا الوقت صعبت بزاف، هذا الغلا، هذا الغلا، الجرا، لا الغلا اللي كاين ما بقاش كيكفينا صراحه، ما نكذبش عليك. حتى المواطن يعني ما يقدرش دابا يولي يشري الجلال. المواطن تقهر بزاف، ما نكذبش عليك. تدخل عنده كيقول لك الله يجيب، كيسولك شحال، كيقول لك والله يجيب، حنا قاصين ما خدامينش، راه يعني ما تدعوها ناقصه. حتى المواطن الله يحسنها، ورا شفناها، راه ماشي شفناها كلشي. المواطنين راه كانوا بسم الله كيشري، كيسول كيشري عليك. دابا بنادم اغلبيه كيسول كيقول لك يوم مره اخرى، واش ديما كتكون هنا؟ اعطيني النمره ديالك، صافي كيمشي، ما كاين والو. الله يحسن. بالنسبه انت قلتي لي شنو الصناعه كدير؟ منين كتجيب هذا الشيء ديال الجلاله؟ انا كنتقدا هنا في العروي، كاين صحاب الجمله هنا في شارع الزهور، كنتقدا عندهم. انواع هذا الجلال هذا واش من انواع؟ كاش من دون ديال فاس؟ ديال فاس، هادو ديال فاس، كاين ديال فاس، كاين ديال الشاون، كاين ديال تطوان، كيجيو من تطوان. شنو هما احسن جوده ديالها؟ احسن جوده هي ديال وزان، ديال بزيويه، كاينه البزيويه، كاينه كيقول لها وزانيه. بحال ديال الغزل ديالها؟ لا ديال الغزل، وزانيه احسن جلابه وزانيه، ولكن ما يوصلوهاش هادو، تجيبها هنا الدور بها ما يعطيوكش الثمن ديالها. لا لا ما كاينش. كدير حتى الجاكيطات؟ الجاكيطات كنديرهم حتى هما، يعني كنعمر بهم السوق. كاين الدراري كيشري عليك شي جاكيطه، كاين شي واحد كيقول لك جيب لي هذيك تجيبها لي، يعني كتسخر ليه، كتدي مع هذيك 40 دورو 60 دورو ما على حسب. الجاكيطه راه معروف الثمن ديالها، غيسول هنا ويسول هنا عاد باش يجي يشري عليك. انت دابا كتفكر تبقى في هذه الخدمه ولا باغي شي بديل؟ انا صراحه باغي شي بديل من هذه المنطقه، ما بقاتش كما كانت. انا كون لقيت البديل من هذه المنطقه هذه من اليوم غادي نخوي. يعني الحمد لله عشنا فيها 22 سنة، 22 سنة وأنا في العروي، ولكن التغيرات أخويا من كورونا لهنا التغيرات بزاف. يعني الرواج ديال هذه المدينة وديال الريف كامل كان معاملي ليا والحدود الجزائرية؟ أي معاملي ليا والحدود الجزائرية اللي كان معاه الرواج. يعني ملي كان الحدود تحل كان يعني الحمد لله كانت هنا البلاصة مزيانة، ولكن مؤخرا دابا من نهار تسدات من هنا ما بقى ما يعجب.
انت الاصل ديالك منين؟ انا من اكادير سوسي. كتفكر ترجع للبلاد ديالك؟ الى لقيت من دابا اقسم بالله صراحه ما بقى ما يعجب والله ما بقى ما يعجب. بعدا يمشي يتكمش حدا العائله ديالو. ماشي على حدا العائله ديالو يعني هادشي دابا كتصور 70 80 درهم راه تما نيت غتصورها 70 ضروري يعني ديرها شي بلاصه تما تخدم. الكرا يمكن. والكرا الكرا خويا راه 120 فرانك بالضو الماء. بالضو الماء 120 فرانك راه 100 درهم ضروري كطيح عليك في النهار راه كاين النهار اللي تجيبها قسما بالله حتى كاين النهار اللي ما كتستفادش. الا ما خدمتيش يعني الا ما خدمتش انا صافي راه ولاد ما غيوقفوا ما غياكلوش. حتى الدور تتبيع جلابه كدي فيها 60 دولار 70 دولار خصك تديها خضراء ولا تديها شي حاجه الرايب ولا الحليب ولا المعيشه للدراري. راه عندي تقريبا عندي 4 الدراري هما هم 5 وانا السادس. تبارك الله. فهمتيني؟ راه المهم راه ما حس بالدقه غير اللي مزوج اما اللي زوفري هكايا كيضيباني هو راسو فهمتيني ولكن الدقه ما حس به قال لك ما حس بالمزود اللي تضرب به فهمتيني وحنا مقصحين ولكن الله معنا والله العظيم انا واحد قصحه زعما صراحه قال راه كيشوف فينا الله البركه كاينه والحمد لله الله يصلح ان شاء الله امين اخويا بارك الله فيك.